السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط. اليوم عندنا lesson 4 الدرس الرابع page 10 صفحة 10 in activity book في كتاب النشاط حول ال compound nouns الأسماء المركبة. شنو هو الاسم المركب؟ الاسم المركب هو اسم مكون من أما اسم زائد اسم أو اسم زائد صفة، وبالتالي ينتج لنا اسم جديد ذو معنى معين. شلون نجي بالتفاصيل نشرحها. عندنا كلمة سويت تعني حلوى، شوب محل، سويت مع شوب تنتج لنا كلمة سويت شوب محل حلويات. كار سيارة، بار موقف، اثنين هم دول الكلمتين يكونون كار بارك موقف سيارات. انفورميشن معلومة، ديسك مكتب، يندمجون يصيرون information desk مكتب المعلومات. disk مكبح، breaks التوقف، disk breaks مكابح التوقف. insect حشرة مع الاسم prove مضاد أو مقاوم، العفو الصفة prove مضاد أو مقاوم، insect prove مبيد حشري. air هواء، bag حقيبة أو كيس، air bag كيس الهواء. swimming سباحة مع كلمة pool حوض، swimming pool حوض السباحة. video فيديو، game لعبة، video game ألعاب فيديو. sun شمس، roof سقف، sunroof فتحة الهواء أو فتحة السقف الموجودة بالسيارات. letter مهملات، bin سلة، letter bin سلة المهملات. shop محل، assistant مساعد، shop assistant صانع أو عامل في محل. هذه الكلمات المركبة تجينا على شكل صيغة سؤال الماتش. شنو ماتش؟ يعني أوصل، ماتش أوصل بين مجموعتين. match the word in list A، واصل الكلمات في المجموعة A، this is list A، هاي list A، with the words in list B، مع المجموعة الموجودة مجموعة الكلمات في القائمة B. to make compound nouns لتكون أسماء مركبة. نجي إلى list A، نلاحظ أنه list A بها مجموعة كلمات وليست بي بها مجموعة كلمات. انت حافظ هاي الكلمات، كلمات المركبة، وتعرف تواصل بين كل كلمة وما يقابلها من الاختيار الصحيح. list A بها number 1 insect، 2 sun، 3 letter، 4 air، 5 shop. list B A bin، B roof، C assistant، D roof، E back. بالامتحان وخصوصا الامتحان الوزاري ما يصير تواصل بالأسهم أو الخطوط بين كلمة وأخرى عندما يكون عندك لستين قائمتين، لكن يجب أن تسلسلها وترتبها بشكل منظم مثل هاي الطريقة. هسه راح نجي وحدة وحدة. نمبر 1 انسكت، انسكت التحافظ أنه انسكت يقابلها بروف، انسكت بروف، فإما نكتب نمبر 1 بي مثل هاي الحالة نمبر 1 ونخلي بين قوسين بي حرف الاختيار الصحيح، أو نكتب الكلمة insect proof. 2 sun roof D number 2 D sun roof. 3 letter bin 3 A أو نكتب letter bin. 4 air E bag 4 E air bag. 5 shop C assistant. 5 C shop assistant. هاي الكلمات المركبة، هذا كل ما يخصها، والكلمات المركبة يعني بسيطة وسهلة الحفظ وتجيك بهذه الطريقة. أتمنى لك النجاح والتوفيق، واشترك بالقناة وفعل الجرس حتى تصلك إشعارات دروسنا المستمرة.